بركاته متابعينا ومتابعات قناتكم قناة المحترف لشروحات. مرحبا بكم في حلقة جديدة وفي درس جديد من دروسكم المعهودة في تقديم الحلول للمشاكل الخاصة بالتقنية والتكنولوجيا. درسنا اليوم بحول الله سوف يكون عن طريقة يعني حل مشكلة المزامنة في حساب الجيميل. يعني أنت عندما يعني ترسل يعني رسائل عبر الجيميل فإنها لا تصل تلك الرسائل أو أي شيء من هذا القبيل. تابع معي الدرس للأخير تمكن من ذلك. كل ما عليك فقط هو حبيبي أن تتوجه إلى الإعدادات الخاصة بالجيميل، يعني ثم نذهب إلى الإعدادات بهذه الطريقة، نذهب إلى التطبيقات. هناك يعني حلين سوف أقدمكم الحل الأول ثم أقدم لكم الحل الثاني. عندما نتوجه إلى التطبيق الجيميل الخاص بنا على الهاتف، هو التطبيق الجيميل ندخل عليه ومن ثم نذهب إلى الستوكاج أو التخزين. ماذا نفعل؟ نقوم ب يعني مسح جميع البيانات وأيضا فيدي لوكاش، ثم نذهب ونعيد يعني فتح حساب الجيميل الخاص بنا. يعني إن يعني وصلتك الرسائل من جديد لا بأس، إن لم تصلك يعني التنويه. الحالة الثانية يكون هكذا فقط، نتوجه إلى نقوم ب يعني جلب الشريط الخاص بنا للهاتف، ثم نذهب إلى هذا الرمز الذي أمامكم، يعني نقوم بتفعيله فقط. يعني للتنويه يجب عليك أن تقوم ب يعني تفعيله. أنا الآن قمت يعني بإلغاء تفعيله، ما علي فقط هو أني أقوم بتفعيله بهذه الطريقة، ومن ثم ننتظر قليلا وسوف نشاهد عودة الرسائل من جديد. حبيبي إن أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالإعجاب ومشاركته لباقي أصدقائك لتعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان معكم أخوكم بدر الدين من قناة المحترف للشروحات.